وإذا بزينب قد فتحت الباب ورحم الله ملا عطية جبد الحسن متقطع بسم المنية أصبح عالج وأصبحت زينب شجية دخلت عليه وعاينت ليلوج وحده عند أخوه حسين دمعه فوق خده أمر خي يشيل طشت البيه كبده شيل يا خويا لا تشوف الهاشمية وويلاه رحمك الله يا مولى عبد العزيز شيل الطشت خوف الوديعة تشوف كبدي خوفي يا خويا من بجاه يزيد وجدي هذه وديعة فاطمة وحيدر جدي ما اقدر اشوف دموعها بخدها جاري واذا نحانت من هالتفاتة وشافت الطشت صدت لن تشوف لن تشوف طشت ممتلي دم شافت قطع كبد الحسن متقطع بسام صرخته فوق الوجه والراس تلطام كبدك يا خويا مقطع وتخفي علي يا حسين وانصابه نجم العين سجاره